من الازد 19 سنه، طالبه سنه اولى علوم اقتصاديه. انا من الاقارب ديالها. من الازد دخلناها الكلينيك في واحد الليله من ليالي رمضان عادي. مشينا الكلينيك، تبين بان السيده خصها دير اوبيراسيون. اوبيراسيون تبين بان خصها ديرها على النصرانه الزايده. المغاربه كاملين تعرفوا شنو هي النصرانه الزايده، ماشي شي حاجه. يقدر يكون كاع طبيب غير ما عندوش تجربه كبيره ويدير لك لوبيراسيون زعما عادي. من بعد ساعتين رجعنا لقينا بان منال ازدو دخلت الغيانيماسيون. شنو المشكل؟ قال لك تعطاتها واحد الجرعه زائده على مستوى البنج. كيفاش؟ تبين لنا من بعد ما بقاوش ولاو تيتهربوا علينا شويه، تبين لنا بان السيد البناج راه هو ولدو ولد مول الكلينيك. احنا دابا راسلنا جميع الجهات. بعد مرور 26 يوم، من الازدو تفارق الحياه في هذه اللحظه هذه. وصلتنا خبر بانها توفات دابا. سنراسل جميع الجهات، جميع الجمعيات، المجتمع المدني، سنراسل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. نتمنى على وزير الصحه انه يتدخل على الخط. نتمنى على الوزير الصحه يتدخل على الخط، المندوبيه ديال الصحه اللي كاينه في الجهه ديال البرنوصي تدخل على الخط. سنراسل اي جهه عندنا الحق فيها. والخبر بطبيعه الحال نزل علينا كالصاعقه. خبر نزل على اسره بطبيعه الحال غادي يترتب عليها معاناه ديال الام ديال البيس ديال الاسره ديالها. اللي بغيت نوصل انه واحد الميساج رئيسي وواحد العنوان عريض هو المآل ديال الوضع الصحي ديالنا في هذه البلاد هذه، وبالاخص في المستشفيات العموميه، انه هذه السيده هذه دخلناها لمستشفى خاص على اساس انها غادي دير واحد العمليه بسيطه اللي في ساعه ديال المكانه غادي يقدروا يزوروها الاقارب ديالها اللي هي المصرانه الزائده. فاذا به كنوصلوا لمده 26 يوم وهي السيده في الغيبوبه، لدرجه انه كان عندها الموت السريري نتيجه الخطا الطبي لتهور طائش او لا مبالاه او لا تقصير في المهمه ديال الطبيب المختص اللي هو البناج. المستشفى ما خرجت لنا حتى بشي تقرير وما قدرتش تتواجه معنا ملي كنستفسروا من المستشفى على الوضع اللي ادى لهذه الحاله هذه. كيقولوا لنا بانه اقدار ديال الله سبحانه وتعالى. إيه احنا مسلمون وكنامنوا بالاقدار والقدر ديال الله سبحانه وتعالى، مي باش انه استفسار واحد التصريح صريح اللي كنا كنتسناوه من المستشفى عن الاسباب اللي ادت بهذه السيده هذه باقي ما توصلناش به. السيده 26 يوم وهي في الغيبوبه وبلا حيا بلا حشمه بهذه العباره هذه، انه السيده في وضع في مرحله صحيه حرجه، وانه المستشفى اللي هو الكلينيك كيغونفلي علينا لا فاكتير. حنايا دخلنا السيده على اساس 6000 درهم، مع العلم بان ما كنسيرش المبلغ. دخلنا على اساس 6000 درهم، فاذا به الاداره ديال المستشفى البارح كتفاجئنا بالمبلغ ديال 13 مليون اللي كيخصها تخلص هاد المده هذه اللي كانت فيها في العنايه المركزه. حنا السيده ما دخلناهاش بالعنايه المركزه، دخلنا هاد السيده هذه على رجليها كتمشى كتضحك على اساس عمليه ديال 20 دقيقه. من بعد العمليه في ساعه ديال المكانه غادي يقدروا الاقارب ديالها يشوفوها. عندها شي مرض مزمن؟ بالسيده في كامل الظروف الصحيه ديالها، السن ديالها 19 سنه، ما عندها حتى شي مرض مزمن، ما كتعاني حتى من شي حاجه، كل ما في ذلك انها السيده كانت عندها الم في البطن ديالها. دخلناها لهاد العصابه. حنا دابا اللي كنطلبوا انه تقصدنا في هذه السيده هذه، تكوينا في هذه السيده هذه، ضع نفس فهاد السيده هذه بفعل فاعل. ما عرفنا الله سبحانه وتعالى ولله ما اعطى وما اخذ.
التقصير في المهمة أدى بالوفاة ديال هذه السيدة هذه، أدى بمعاناة ديال الأسرة، أدى ديال بزاف ديال العوامل النفسية والصحية وما يترتب عن ذلك.